اسمي يحيى الشيخ، مغربي مقيم في باريس منذ 30 سنة، باحث وأستاذ جامعي، أدرس في جامعة السوربون وفي جامعة باريس 8 سان دوني فانسين. أسست هذا المركز الذي هو المركز العالمي للدراسات العربية والبحوث التاريخية والفلسفية منذ ما يزيد على 10 سنوات، وهذا المركز يضم مجموعة من الكتب، هي كتب تناهز 75 ألف كتاب في كل ما يتعلق بالثقافة العربية والإسلامية، وينقسم إلى مجموعة من الأجنحة ومجموعة من الأروقة. هناك جناح خاص باللسانيات والمعاجم، ويضم أكثر من 500 قاموس، بعضها قواميس مزدوجة، وأهمها تاج عروس للزبيدي الذي يشتمل على 40 كتابا. وهناك قسم تصوف، قسم تاريخ الأندلس وتواريخ الشرق والغرب الإسلامي، وهناك قسم للمخطوطات. وهذا المركز يستقبل مجموعة من الباحثين، مثلا من جامعة برشلونة ومن جامعة كييف ومن طلبة جامعة السوربون وليكول براتيك دي زيتود. وأيضا يتكلف المركز من بين اهتمامات المركز نشر الكتب، حيث نشر ما يقارب 75 كتابا في شتى الميادين، منها ما هو أدبي، الشعر، قصة، رواية، ومن بينها ما هو ترجمات، ومن بينها ما هو دراسات تتعلق دائما بالحضارة العربية الإسلامية. ويتم أيضا بالترجمة للإنجليزية والفرنسية. بخصوص الترجمة، أنا بدوري ترجمت بعض أعمال نجيب محفوظ للغة الفرنسية، ككتاب رادوبيس الذي نشر عند دار سوي بفرنسا، ولنا مشاريع أخرى من بينها تعليم اللغة كتاب العربية تاج للكبار، العروس وأيضا للزبيدي. تعليم الموسيقى خاصة آلة العود. وينظم المركز أزيد من نشاطين في الشهر، ومن بين الأنشطة التي قام بها المركز استقبال يحيى خلف وزير الثقافة الفلسطيني السابق، الذي حصل مؤخرا على جائزة قطارة للرواية العربية. واستقبل أيضا جلال الدين بورجوس من الأردن، والحاج يونس الموسيقي المغربي المعروف العازف على آلة العود، والذي يدير مركز المعهد الوطني للموسيقى بالمغرب. كما قمنا بعدة أنشطة، من بينها اليوم العالمي للغة العربية، ولنا أيضا مشروع وهو إعطاء دروس فيما يتعلق بعروض الشعر العربي، نزولا عند رغبة بعض المتعطشين لهذا النوع. أكتب الشعر منذ وقت طويل جدا جدا، وسأقرأ عليكم فقط مقاطع للاستئناس. لماذا أسترد دقائق الماضي فتخنقني الدقائق والثواني؟ وكنت إذا ذكرتك في صلاتي تسابقت الهموم إلى كياني، كأني من لدى اللحظات أعمى، أفتش عنك في صور المعاني، أسائل عنك حائرة الليالي فيعجز حين أسألها لساني. وشكرا للصحفي رضا وللمصور، ولكم جزيل الشكر. Yo.